الخزانة الأمريكية بدأت في استخدام الإجراءات الاستثنائية وذلك لإدارة النقد والتي يمكن أن تؤدي لتفادي التخلف تخلف السداد عن الديون حتى 5 يونيو كما ذكر من قبل الخزانة الأمريكية. أريد أن أفهم من حضرتك ما هي تلك الخطوات الاستثنائية التي تم اتخاذها؟ هذه الإجراءات التي تتحدثون عنها هي فنية من المقام الأول لأن الحكومة تحتاج إلى المال لأطراف أخرى، لا يمكن أن توقف هذه المدفوعات، وأيضا هناك بعض الماليات التي يمكن توقفها أو وقفها. إذن يستخدم هذه الأموال للدفع فقط الدين بشكل مؤقت. إن هذا التقييم كما تقول سيستمر فقط حتى يونيو، ونعني أنه سوف نندب ماليا بشكل كامل، ولا يمكن تقديم رقم موعد محدد لأن لا يمكننا تحديد تاريخ محدد متى ينضب هذا المال تماما، ولكن ربما لا ينضب بالفعل إلا لم تأخذ قرارات حاسمة في الكونغرس فيما يتعلق برفع سقف الدين. ولكن المشكلة الآن هي واقعية بأن لابد أن توقف بعض الإنفاقات وخلا ستكون في عجز كبير. سيد بيتر، حتى نكون أكثر دقة، هل هذه الأزمة هي أزمة إنفاق حكومي أم أزمة وصراع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين؟ إن كنت أفهم سؤالك بشكل جيد، نعم هناك عنصر سياسي يكمن وراء هذا الصراع، ولكن المشكلة الأكبر هي الإنفاق. دعوني أقول مثالا، كل إدارة في السنوات الأخيرة سواء إدارة جمهورية أو ديمقراطية قد واجهت عجز بالمليارات سنوات تلو الأخرى، وأيضا أن الاقتصاد ضعيف لبعض الشيء، لكن إنها تحاول أن تضخ أموالا لتغطية هذا العجز بنسبة فائدة عالية. كل الإدارة نقول أن الدين الآن والعجز الآن كبير، نحن ندفع مليارات فقط للفوائد فوائد هذه الديون. يمكنك أن ترى من هذه الأرقام أن هذه المشكلة التي لابد من معالجتها سواء الآن أفضل من غدا.